نأتي الآن لأن الوقت يطالبنا بسرعة إلى مسألة الأهلية، إلى مسألة الختام. الحكم على الشيء فرع تصوري. بعض الناس يتحدث عن الختام يحصره أو يختزله فيما يعرف بختان السنة، وهو قطع جزء بسيط من أعلى البذرة جلتروس، جزء بسيط. أحب هنا قبل أن أستطرد طيبا أن أفتح مزدوجين لأسجل ملاحظة مهمة جدا. لو عدتم إلى مدونات الفقهاء، كل الفقهاء وفي جميع المذاهب لم ينص أحد منهم أيها الأخوة صراحة على أن الذي يقطع هو جزء من البطن أبدا. وكل كلام يمكن أن يفهم منه أن الذي يؤخذ منه ويقطع هو الجلد الغشاء البسيط الذي يغطي البطن. هذا الغشاء بريبيوس، اسمه بريبيوس كما يعرف الأطباء. هذا البريبيوس نأخذ منه جزءا بسيطا وهو يغطي ماذا؟ يغطي الذات حشفة البطن. فلترس جلانس أو جلانس فلترس يغطيها تماما كما هو عند الرجل. هذا هو العدل. حين نخدم الرجل أن نقطع جزءا من عضوه؟ أبدا، إنما نقطع الجلدة التي تغطي الحشفة أي رأس العضو. عند المرأة الفقهاء، وهذا تقدم يعتبر يعني يعتبر الفقهاء متقدمين كثيرا جدا وبعيدا عن المسلمين المعاصرين في ثلاث مجلدات من الفقه، حين تعرض لضبط وتفسير مصطلح او لفظ البغض في الدرس. قال في المناسبه الاولى: البغض هو ما يبقى بعد قطع العضو من المرأة، الذي يبقى اسمه البغض، وهذا غير صحيح. في الموضع الثاني مجلد اخر قال: البغض تسكين الباء والضاء المشالة بفتح باء عفوا وتسكين الضاء المشالة. القطر هو محل القطر من الأنثى، المحل المكان الذي يحدث فيه القطر اسمه قطر وليس العضو، وهذا غير صحيح. أصاب في المرة الثالثة، انتبهوا، قال: القطر هو العضو الذي يؤخذ منه ما يقطع منه يعني عند ختان الإناث. فإذا كان فقير وإمام وعلامة ولغوي، وابن حجر هو تلميذ الفيروس أباد صاحب القاموس ستمت عليه شخصيا، إذا كان لا يستصحب وعيا علميا واضحا بهذا الشيء الذي يتحدث عنه، فأنا إذن سأتراجع وأقع مباشرة وسأقول: أنا آسف، لا أستطيع أن أخذ منك الآن نصيحة فقهية أو حتى تصويرا فقهيا للمسألة، لأن الحكم على الشيء فرع تصوري. لذلك أيضا سأستطرد، واسمحوا لي واسمحنا لي أيضا لكي أقول على الفقير قبل أن يتكلم في هذه المسألة أن يسأل علماء التشريع وعلماء وظائف الأعضاء وعلماء الجنس، ويقول لهم: أعطوني فكرة واضحة، ما هو هذا العضو الذي يقطع منه أو يقطع من ضرطوهم يا بريبيوس، وما معنى الشفرين أو الشفتين الصغريين والشفتين الكبريين، ما الفرق بين النهبل والفم، الدهليز ما هو الدهليز، ما هو العناب، مصطلحات العربية لها مقابل إن شاء الله. إذن بالتحديد نقول على الفقيه قبل أن يدلي بدلوه بين الدلاء كما يقال عليه أن يعود إلى أهل الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. استصحبوا معكم المثال الذي أردت عن الحافظ العظيم ابن حجر العسقلاني، كان ابن حجر فكيف فقهاء العصر؟ لن أقول لكم ماذا قرأت وماذا سمعت من فقهاء العصر، شيء يضحك الثبل ويبكيه نبأ. الأمر لا يتسع للأسف الشديد، لأن بعض الناس يقول أفتى فلان وكذب فلان وقال فلان. المسألة ليست بالأشخاص، المسألة بالتحقيق الصحيح الراجح في المسائل علميا وبصرامة منهجية لا تقبل المراء ولا المجاملات. لابد أن يعود الفقيه إلى العلماء ذوي الاختصاص ليسألهم ما هو المرض، وهل هو عضو زائد مثل الأبندكس الزائد الدودية مثل المانديل، هم في تحت أي سبب نقطعه ونتخلص منه، ما وظيفته، ما دوره، غلاب من، لماذا حب الله المرض بهذا العضو إلى آخره. سيأتيكم الجواب مختصرا، الوقت لا يتسع للتفصيل،
هذا العضو أيها الأخوة مثل عضو الرجل تماماً، المنشأ التركيب التكويني أو المنشأ الجنيني واحد، لكن يقف عند المرأة في مرحلة معينة ولا يتطور، ويستمر التطور في الرجل إلى مرحلة أعلى فقط. وهذا العضو يشبه عضو الذكر تماماً ويغطى بهذا الغلاف كما يغطى أيضا عضو الرجل، وفي رأسه وفي كله وكل مصدر في نهايات عصبية شديدة التحسس، شبكة أعصاب أيها الأخوة قوية جدا جدا، أكثر منا عند رجل بثلاثة أضعاف على الأقل. ماذا يحبكم؟ هذا العضو الصغير شديد الحساسية يتمتع بشبكة أعصاب ونهايات عصبية تجعله أكثر تحسسا من عضو الرجل ثلاث مرات أو ثلاث أضعاف. والعلماء الإحصائيون يقولون أي مختصون ليس لهذا العضو وظيفة إلا الإمتاع الجنسي، الله خلقه لكي يعطي المرأة إشباع وإمتاع ولذة جنسية، الله عز وجل هو الذي خلقه لذلك، مخلوق لذلك أصلا ومخلوق لذلك. وأما الشفران الصغيران للبنيورة فهما أيضا يتحسسان بأقل من تحسس البطن، تحسسهما أقل من تحسس البطن لكنهما الأكثر تحسسا بعد البطن للجس أو اللمس أو التناول باليد. الرجال للأسف هذا هو عند رجال عرب كثيرا يظنون أن أهم نقطة في هذه العملية هي قعر الرحم، قعر الرحم يعني عنق الرحم في قعر مهبل المرأة، وهذا غير صحيح، بل هذه المنطقة تقريبا معدومة الإحساس، ولو كان فيها إحساس لماتت المرأة عند الوضع تموت، الله جعلها معدومة الإحساس حتى لا تموت المرأة من الألم في ساعة الولادة. هذا غير صحيح، مكان المتعة الذي يعطي المرأة فرصتها في الامتداد كالرجل، طبعا بعض الناس قد يستغل هذا الكلام ويستغل هذا الطرح من أصله، لكن سنقول له لا تكن أنانيا وسل نفسك يا رجل لو حرمت أنت هذه المتعة ماذا سيكون موقفك؟ كيف ستستحيل حياتك هما وغمدا وغمدا عفوا وسوداويا؟ من حق المرأة الرجل على قدم سواء كل مقدمة أقوى من حق أن تحصل لها المتعة والملذة حتى تشعر بالارتواء والإشباع في إطار مؤسسة الزواج، نحن نصر على ذلك. طيب، إذا بما أن الشفرين الصغيرين وأيضا الشفران الكبيران لهما وظائف أخرى أقل أهمية في العملية الجنسية، لكن لهما أهمية أيضا في مسألة الولادة، ولهما أهمية أيضا في توسيع الفرج مع الشفرين الصغيران، أشياء أخرى كثيرة. ولذلك أعتقد بعد أن نفهم وظائف هذه الأعضاء أيها الأخوة التي خلقها الله بها ولها سنتوقف كثيرا قبل أن نثري برأي في استحسان قطع جزء أو قطع البطن كله أو ضرب الطرف عن قطع كل الأعضاء وتشويه المرأة جنسيا ونفسيا، وبعد ذلك طبعا مسلكيا للأسف الشديد علينا أن نتوقف طويلا، نتوقف طويلا